توج فريق الهلال بلقب مسابقة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على كأس الأمير فيصل بن فهد إثر تغلبه مساء اليوم في المباراة النهائية على نظيره فريق الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على صالة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض لينال بذلك كأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب فريق الأهلي. وجاء في المركز الثالث الاتحاد ليحصل على الميداليات البرونزية. وبهذه البطولة سيشارك الهلال في بطولة آسيا للأندية.